ابني يخلص. ما تهدوا يا جدعان فيها يا جدعان. بقول لكم ايه، ابوك يا عم جاب موز، جاب 3 كيلو موز امبارح ومخبيه في الثلاجه. معلش تعرفوا تنزلوا تجيبوا شنطه الموز وناكلها احنا الثلاثه؟ ايه 3 كيلو موز يا ابن اللعيبه، احنا ممكن ننزل ناكلوني يا عم؟ ماشي طالما بتحبوا الموز قوي كده يا جدعان، انزلوا هاتوا 3 كيلو موز وناكلهم احنا الثلاثه. يا عم ماشي يلا اكلون. ده انا بطني اتملت يا شيخ. وانا بطني اتملت. تعالى تعالى نطلع له القشره. ماشي يعني مفيش حتى واحدة ولا اتنين أي حاجة كلهم؟ يا عم احنا لقينا 7 موزات كلهم وهو القشر بتاعهم. يعني يا جدعان ما سبتوش حتى واحدة؟ ليه الفجاعة دي يا عم؟ يا عمي كنت جعان أكل أبويا. طب ليه أكلونيا كده أكلونيا؟ خلاص يا عم شوف أنت رايح فين. خلاص يا بيليا شوف أنت رايح فين. كلونيا الواد أنا شايفه مساعد. في إيه طيب؟ إيه ده في إيه يا ابني؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايدي ايدي ايه يا ابني دي ايه؟ يما يما ايه ده يا جدعان؟ ايدي ايدي فين يا عم؟ هو يا عم اسمعي يا ابني بتعمل ايه؟ يا ابني انا مش امك، يخرب بيتك انت مزايد. يا نهاري انا مزايد ايه يا ابني؟ انا اخوك فؤاد. اعمل ايه فيها بيليا فيها بيليا؟ كلهم من الاكل.